حسبي انا بقول يا ريت ما كنت صباح وقدرت اقعد حدن، ويا ريت يا ريت هو اذا جابت بيبي او شيء، ما جابت ولا شيء. فبتحصر، وابني مشغول حكيم ليل ونهار، وما بحب بحس اني انا من الصباح، بقعد عنده بحس حالي انا من الصباح، كثير بخوه يعني، بصير بدي صرفي امشي مع انه بعبده عبادي بصلي له كل يوم هو واخته وهيك. طيب اذا ما ارجع بالزمن، يا لطيف، اذا ما ارجع بالزمن ايه لورا، كنت بتتركي الفن وبترجع بتقعدي حد اولادك وتكوني مع اولادك؟ ولا رجال بيستاهل ولا حدا بيستاهل اولادك؟ ما بتركوا حدهم، بحبهم وكنت حدهم باشياء كثير يعني مهمه بالحياه، وبحب انهم ساعدتهم. الام شو بدها؟ هلا في روح عند ابني بيقول لي ضل يا ماما تعالي عندي واعمل، ما في، بدي البس، بدي اظهر، بدي اشوف ناس. بس ما بتحسي حالك عبالك ترجعي تكوني جنات؟ جنيت بغالب انا بعدني جنيت، انا من الصباح، انا بكون صباح كان بدي يكون غير شكل، انغريت وهيك، بس انا بعدني جنيت مثل اهل الضيعه. صحيح صدقني مش عم فشت، بحب اهل الضيعه كثير كمان حياتي. طيب شو بتحب الصبوحه التاريخ يكتب عنا؟ شو بتحبي يكتب التاريخ عنك؟ بحب يقولوا اني كنت ست ديركت، واني غنيت لبلدي، وصلت له غنيته لكل العالم، غنية اللبنانية ومخلصة لوطني، وعندي هيك قوة بالحياة يعني، عرفت كيف؟ أكيد يعني اللون تبعي حتى بفتكر ما بموت، أكيد أنا بموت واللون تبعي بعتقد بضل عايش بمحبة الناس. الله يعطيكي طول العمر. حب التلفزيونات. أكيد أكيد. هذا الصوت بيطلع وبيطرح علينا سؤال. هلا منبه، بيطرح علينا سؤال. إيه. إذا نحن عايشين بغير هيدا الزمن، أو أعطينيك القدرة أنك تعيشي بزمن تاني، أي زمن كنت بتختاري؟ بديك تفكري بهيدا السؤال لأنه بتجاوبيني عليه بعد الفاصل الإعلاني. أوكي. وقف يا زمن. أجمل قصة حب ما كملتش. يمكن عشان ما كناش لسه عارفين إزاي نحب. أو يمكن كنا بنحب نفسنا أكتر ما بنحب بعض. أنا بحب ياسين كل يوم أكتر من اليوم اللي قبله. أنا وياسين دماغنا واحدة وتعلمت منه كل حاجة في حياتي. كل ده عشان ياسين؟ ده وحشتني أوي. صاحبتي يا يوسف. فاهمة إن أنا هتجوزك غصب عني. أنا حامل. أصلك ضحكت عليه لحد ما وقعت عشان تاخد كل فلوسه. أيوه. بتحبني أنا مش هو. خيانة؟ لا خيانة دي كلمة كبيرة يا حاج، بس هو بقى اللي نسي وما طمرش فيه التربية. والدي ماله يا دكتور؟ طب يا قلبها يا عادل وبلاش جنان. طب قوي يا سيدي. هو فين؟ ارحموني بقى، مش كفاية اللي أنا فيه. الخطيئة من الأحد للأربعاء 10:30 المساء على المستقبل. بيودع الشخص يلي دخل مطاعم الأحياء الفقيرة إلى الخريطة السياحية. اللي بيحب باروج كلهم بيجوا لهون. وعرف اللبنانيين على المطبخ الأرمني. ما كان بيشتغل ليربح مصاري. تحية إلى باروج، أكبر هدية تركت بالحياة لألي هيدا المحل. ومواضيع تانية ببلا طول سيرة، التلاتة 8:30 المساء على المستقبل. Is this? I'm Captain Jack Sparrow. Stop it, you wait, you failing! Time enjoyed wasting was not wasted. Hey! Lay your palms flat on that tabletop! Parker, what's happening down there? Gentlemen! Please make your way through these exits in a calm and orderly fashion. Anything that has a beginning has an end. قد ايه السياسة بتشبه الشطرنج؟ الشطرنج بتشبه السياسة نظيفة. اجت لعندك على العيادة الفنانة هيفا وهبي بحالة طوارئ. خليها آخر مريضة تضلها بالعيادة لتقعد أطول وقت ممكن. حلو! قلت عني إني مراهق. جنرال، بيت شعر ممكن أنت تقوله؟ أنا من ضيع في الأوهام عمره.
شو يا صبوحة؟ نعم. أي زمن كان عبالك تعيشي؟ أنا كل زمن. كل زمن؟ بكل زمن. أنا كتير بعيش حياتي مراحل. كتير ما في زمن ما كنت معه بالمرحلة. بالأول كنت عاشر ملوك ورؤساء وعالم أعطاني درس في حياتي، يعني يكون هيك ست، عرفت كيف، واحترم حالي. وزمن الحب والأفلام، وزمن هلأ بحبه كتير، عم بتدلع فيه كتير بحب الناس، وبعدني عم بلبس والحمد لله، الله أعطيني إشي كتير. طيب إذا غير الزمن اللي أنت عشتيه، إذا ما نرجع لزمن قبل، ايه؟ في شي زمن بيستهويكي؟ في، لا، في زمن كنت صغيرة بالضيعة، عرفت كيف، بس بيي كان قاس كتير، يعني ما بيستهويني هالزمن. أول بوسة بيستا بالأفلام قعدوا بيي برا وسقيوا قهوة ومدري شو، لهيو ايه؟ بس شايف العرض بكلني بالتخت، ربطني وبالقشاط، بدك تبوسي بعد؟ قال له لا يا بيي، لا لا لا، خلص توي. بس بستهم كلهم بعدين، بس صرت جيب مصاري مع صار يوافق على البوسة. صبوحة، من بعد الماضي نوصل للحاضر، فنشوف شو هو الحاضر أو حاضر صبوحة. وقف يا زمن على حاضر صباح. الحاضر اللي عايشتي عايشة قابلة بحالي وقابلة بعمري وقابلة إنه أنا بدي موت، وما في عندي شيء، ما عندي عقدة. أنا بقول له يا رب أنا مسلمتك أمري، بس تنتهي روايتي، بس خليها على تختي. دايما إيجابية ومتفائلة؟ آه دايما. دايما عندك الطموح المتفائل؟ ايه. هالشخصية المتفائلة غريبة لهلأ. إذا حدا بيخد له صورة بقول له الجوزيف روح شوف صورة منيحة مش منيحة، وهيك يعني بقلق. كون سافرة مثلا ضيفة شرف على بلد عاملين عرض أزياء، كون كتير كمان قلبي بخبط إنه بركي عجبتهم بركي لا بركي شو. هيك شيء. فجدا حريصة على صورتك كيف بتطلع وكيف بتكون. ايه كتير موجودين. أو مثلا تلفزيون أو شيء، أنا ما عندي هاي كتير هون، بالتلفزيون بتطلع كتير. شو بعمل هيك يا دلي. طيب صبوحة، كل اللي بتعرفوا عليك واللي بيعرفوا صباح بيحكوا عن تفاؤل، عن سلام، عن إنسانة عايشة بكل هدوء. ايه. بتحب الناس. بتحب الناس كلهم. وإيجابية. مزبوط. ودايما بتكون مسالمة. ايه لكن بده يوصل، بده يكون هيك، بده هو كأنه مركب ماسك وماشي. ايه. يعني ما حب بريد حدا يشيل الماسك اللي أنا لبسته، عرفت كيف؟ هيك مثل الديزل، بده أوصال يعني بده أوصال، كل الأشياء اللي حوالي ما بعرف عنها شيء. أنا ديزل وماشي. شو ما صار يصطفل بدن عقولي من عقلي من طموحي، ما بيسأل أبداً. أبداً. يعني اشتغلت بحياتك على هيدي الأسس؟ اشتغلت إنه أنا ست بدي طموح. بدك تحقق هيدا الطموح، بدك توصلي، كان عندك هدف. طموح، وبدي كون وقفة ست، وعلم الستات إنه ما يخافوا من الدنيا، يكون عندهم أمل. يكونوا دايماً لابسين بيلبقلهم، لأنه في بنات كتير حلوين برا. الرجال مثلاً معقول إنه مرته إذا مكفشة لي ما كتير تطلع عينه لبرا، بس إذا دايما مرتبة بحبها. صحيح. هذه عم توجهيها للستات إنه دايما يهتموا بنفسهم. لأنه الرجال بتطلع عينه لبرا، أقل زلة بتطلع عينه. هلأ في ناس بحب مرته اللي عم تطبخ منيح، وولادهم كمان. أنا المطبخ ما بيعني لي شيء، إذا فت بدي أقدر شيء كفوف، عرفت كيف، بإيدي هيك وبفوت على المطبخ. شو بدك تعمل جريمة؟ لا. بدي شيل صحن، بدي شيل سكين. طيب صبوحة، التفاؤل دايما اللي موجود، بس ما بنعرف صبوحة بس تعصب شو بتعمل؟ شو بتعمل بس تعصب؟ بس حتصيب؟ ايه؟ ما بعصي. ما بتعصبي ابدا ولا شيء بالدنيا بعصب؟ بدي اندم، والعصبية ما بتجيب شيء. شو صار علي؟ ولا في شيء بيستفزك؟ حدا يمكن يستفزك بشيء او حادثة تستفزك؟ او اكيد اذا حدا بيلطش كلمة مش منيحة خلص ما بعصب، اورفر ما بتشوفه. كتير. هيك بكل هدوء، بكل يعني دايما ايه بدكم بكل هدوء. طب منين هالهدوء؟ مثلا بيقولوا لي في حدا مثلا حواليك بيقول كذا او كذا، بعمل حالي مش عارفه، يعني لا بدي اخسر حدا بخصني لسبب تافه او شيء، ما بعرف. بس قد ما يكون الانسان بيوصل في شيء بيستفزه. ايه؟ في شيء بيستفزه، قد ما يهدي نفسه قد ما يهدي نفسه في شيء بده يستفزه. في وحده قريبتي يمكن لازم اقول او لا، قفشت مع جوزي مره كمشت، بس ما قلت شيء، قلت انه الرجال بيروح بس قريبتي بتضل، عرفت كيف؟ ما بدي اعاتبها ولا الا شيء، ما قلت شيء، بس هو راح.
هو راح بهالحادثة؟ طبعا. شفته بعناية. سامحتيها لا؟ إيه لا إيه ما قلت لها شيء. يعني كان شوي في جرح بقلبي بس ما حبيت أخسرها كقريبة لإلي. يعني هيدي السلاقة أو هيدا الهدوء إيه بالتعاطي. غريبة غريبة. هيدا الهدوء بالتعاطي مش موجود عند ما مرة الأشخاص. واحد قال لي أنتوا ولاد الشحرور ما لازم تفوتوا مدارس. أنتوا جاي العلم فيكم براسكم. يعني أنا مهما يكون الحديث قوي بقدر أخلص يعني. طيب شو الحكمة اللي بتستخلصيها من هذه الواقعة؟ أنا بقول اضحك تضحك لك الدنيا على طول. هي اتقي الشر من أحسنت إليه ما له معنى. يلا معقول أوقات بس إنه ما بيمي فيه. طيب الأيام الماضي اللي مرت بحياتك عايشتيها شيء بحاضرك ولا تركتيها مع الماضي؟ لا ندمانة عليها بالحاضر. مثل شو ندمانة؟ يعني ندمانة إني مثلا اتجوز بس أنا بحاجة كتير لإنسان حدي. يعني كل واحد بيعرف إنه إديه محاجة لإنسان. لو ما هلأ جوزي غريب حدي وبنت بنت أختي محامية كمان حدي. يعني كنت ما بعرف شو بدي أعمل على التليفون قد ما كانوا حدي. ما بعرف أمشي بالطريق ما بعرف أقول قلق وما يعني ما بعرف ضبطي ما بعرف شي بالدنيا. عارف كيف هالدنيا هاي دنيتي أنا بس عايشة فيها وخلص. بعدين الأشياء بالبيت بتصير هي تتعود عليك بتحبك. إذا عندك شنطة مثلا نمرتها بالأول بتتعذب بعدين بتصير تعمل نمرة بدون ما تطلع تعودت عليك الشنطة. كرسي بتقعد عليها تعودت عليك. بس أنت معروف عنك أنك شخصية منك اتكالية. حتى لو كان عندك خدم وحشم واللي بدك منك إنسانة اتكالية. مش شغلي لا مش اتكالية حتى بحياتك أبدا. يعني إذا بدك غرض يمكن تقوم أنت تجيبيه هالغرض بدون ما تطلع من حالك. إذا حدا بده يشرب مي بده نشوم بس بدي يكون عندي عشاء أنا برتب السفرة على ذوقي. يعني هيك في هيك من نتيجة حديثنا في عبرة. كم من قريب وهو بعيد وكم من بعيد وهو القريب. صحيح برافو عليك. يعني في كتار من الناس بيكونوا من أقرب الأشخاص لألهم بس منحسهم بإحساسهم وبمشاعرهم تجاهنا أبعد الناس. ايه وأبعد الناس منحسهم أقرب. بغاروا من الفنان مين ما كان قريب أو غريب في غير من الفنان. طب قد ايه بده يضل هيدا الفنان يضلوا عايش وحاطط هالقناع ودايما عم يراضيهم لهول الأشخاص؟ هيك. برافو عليك. هيك هيدا القناع بضطر البسه مرات. عرفت كيف؟ بس بيريح بيريح كرمال بيريح بيريح للي قدامك بس انت بترتاحي؟ انا مش كتير مش كتير بترتاحي وقتها بتكوني عارفه انه ناس صحيح مش كتير مش كتير برتاح. بيحكوا بظهرك يعني بقول له يا رب هيدي قصتي عم مثلها شو بدي اعمل؟ لا ما حدا بيقدر يحكي بظهري او بيزعجي غلطانه مع حدا. اذا حدا غلط فيي اوقات بصير له ايه نحن مفرجيها بدنا نوضحها بدنا انا حياتي كلها واضحه. عرفت كيف؟ ويعني ناس بخصوني بيقولوا هيك تعال شوف شو بدك تقول غير قلت له الناس انا هون واقفه مستعده بشرفي وحياه اولاد ابني غير انتم بتعرفوا ما في شيء بحياتي. طيب شو غايتهم هالاشخاص يعني؟ ما بعرف انا ما بفهم. يعني بكونوا عاملين شيء بيفتكروا بدي احكي عنهم ما بحكي بيهددوا انه ما بنفضح لهم. انا ما عندي الا وارد عمل وبدكم اياه. امتى بينزلوا دموعك صبوحه؟ بيندم؟ امتى بينزلوا دموعك؟ بينزلوا دموعي اذا حدا مات. يا بيقربني او بعزه او هيك بينزل. بس ما بتخليهم بتخلي دائما هالتفاؤل هو يكسر لك هالغصه اللي اوقات انا بينزلوا دموعي انا وعم صلي لامي. امي مات كثير بكير ومظلومه ما بنساها بحياتي. الدنيا دولاب. الدنيا دولاب. عندك أغنية؟ إيه عمل إياها أستاذ رومي حبيب قلبي. الدنيا دولاب. ما في مثله. من دريم عم بيشتغل ما إنه عملت بديع زمان. صحيح. صحيح. الله يعطيه الصحة. تلحقين عصام رجع الله يرحمه. بتشوف فكرة منها. يا ناس الدنيا دولاب طالع نازل عذرو بالنزل كتروا الأحباب وبالطلع لا. بتطلع كتر الأحباب وبالنزل كلهم هرب. بس أنا الكلام حلو جديد كتير بس ما حدا هرب. ما حدا هرب. صحيح كلهم حدي. حتى إذا كنت مطلقة من إنسان بضل صديق وبحكي معه كل الوقت.